سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناتي الأوفياء، كل متابعي قناتي في فريكونسيز. أتمنى أن تكونوا دائما بألف خير وبصحة وعافية، وأمسية سعيدة أتمناها للجميع في هذه الليلة الجميلة. أحبائي، سأقدم لكم تردد قناة أفلام أجنبية. القناة تسألون كثيرا عنها، هي فعلا بها عطل فني لكنها تعمل بشكل عادي اليوم. قبل أن أقدم تردد قناة، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. إذا أحبائي، من القائمة الرئيسية من نختار التركيب، ثم قائمة تي بي، ثم نضيف التردد 11 6 7 8. معدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي في. أقوى وأحدث الأفلام الأجنبية هذه الأيام على القناة الجديدة الرائعة، قناة العاصمة الجديدة. القناة بها عطل فني فقط لكنها تعمل بشكل عادي. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي ومشاهدي قناتي الأوفياء. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.